سنوات خمس عشتها بين البشر. أتاحت لي فرصة التعرف على هذا الصنف الغريب من المخلوقات. بعد تنقل الإنسان بين البوادي، حاول الاستقرار، فها هو يعيش اليوم في بيوت إسمنتية. طعامه يعتمد على خلطات سامة يستسيغها، ثم يتخطى مفاهيمنا الغذائية فيأكل حتى التخم. للنشوة الجنسية أهمية كبرى عند الإنسان، يحاول إشباعها أينما وكيفما استطاع وبأساليب مؤسفة عما اعتدناه في شباط. طور أدوات تسمح له بالوصول إلى أطنان من المعرفة، ولكنه اختار إرسال النكت. رغم جميع مساعي الإنسان للتطور، يتملكه فراغ كبير يدفعه إلى البحث عن هدف أسمى للوجود، فيصل به المطاف لتربية القطط، يسقينا، يطعمنا، حتى أنه ينظف فضلاتنا. مما يجعلني أتساءل عن دوري هنا، فهل أصبحت حجة الإنسان الوجودية؟ أسلافي حكموا مصر القديمة، أما اليوم فيغريني الإنسان بأصناف الجوديز والفريسكيز. نجح في مسعاه، أصبحت عبدة لأهوائه. لم أعد مستكشفة، لم أعد ألهو وألعب، أصبحت إنساناً. مياو.